Good morning. درسنا لليوم حيكون عند الطريقة يلي منطرح فيها السؤال. خلينا نبلش درسنا. What? What شو يعني ماذا? What time is it? ما هو الوقت? Where? يعني أين? Where are you going? يعني أين أنت ذاهب؟ When شو قلنا؟ يعني متى؟ يعني إذا بدنا نسأل على الوقت. When can we leave? Which هي أي؟ إذا بدنا نختار شيء. Which team is the best؟ أي فريق هو الأفضل؟ Who هي من؟ Who won the game؟ من فاز بالمباراة؟ Why؟ Why هي لماذا؟ Why did you do that؟ لماذا فعلت ذلك؟ How؟ How شو يعني؟ يعني كيف؟ How do you know؟ كيف يمكنك أن تعرف؟ هل عنا هيدا النشاط؟ خلينا سوا نحله. أول وحدة بدنا نسأله عن اسمه، فشو بنحط؟ قبل is your name شو منحط what is your name what is your name شو قلنا منحط what كيف منكتبها W H A T بالجملة الثانية عن شو بدنا نعمل بدنا نسأله عن العمر قديش عمره إذا أنت بدك تسأل حدا قديش عمره فشو بتقوله؟ شو بنحط قبل old are you؟ How old are you؟ How منحط قبل old are you لحتى تصير الجملة صحيحة. بتالت جملة بدنا نسأله عن تاريخ عيد ميلاده يعني بدنا نسأله عن الوقت عن الزمان. فشو منقول when is your birthday بآخر جملة بدنا نسأله على رقم تليفون فشو منقول شو منستعمل نستعمل what شفتوا كيف تنكتب what W-H-A-T هاو المفروض منكم ترجعوا تجربوا تحلوهن لحالكم كل حدا منكم لازم يرجع يجرب يحلهم قدام وهلأ عنا فرض هون عنا هودي الجمل منشوف الكلمة يلي ناقصة ومنعمل دائرة حولها Goodbye my friends